أهلا بكم. سنلقي اليوم نظرة على ساعة جديدة هي ساعة نوبيا ووتش، والتي تأتي بشاشة عملاقة كما لو أنها قادمة من المستقبل. هذه الساعة بالمناسبة هي من إنتاج شركة ZTE الصينية، وهي نفس الشركة التي قامت بإنتاج أول هاتف ذكي بكاميرا سيلفي مخفية أسفل الشاشة، كنا استعرضناه موجود على صفحة البرنامج لمن يود مشاهدته. سعر ساعة نوبيا ووتش $240 أمريكي، ولكن قبل أن نتحدث عن مواصفات الساعة بالتفصيل، لا تنسوا الضغط على لايك فولو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد أول بأول. تأتي ساعة نوبيا ووتش هنا بشاشة عملاقة بقياس 4.1 بوصات، وهي مرنة من نوع AMOLED Flexible AMOLED Display بدقة 960x192 بيكسل بكثافة 244 بيكسل في البوصلة الواحدة. استخدمت الشركة هنا زجاج شوت سيراميك، والذي يبدو متينا هنا مع استجابة لمس سريعة. تعمل الساعة بمعالج كوالكوم سناب دراجون 2100، وهو للأسف ليس الأحدث. الساعة زودت بذاكرة وصول عشوائي 1 جيجا بايت رام و8 جيجا بايت مساحة تخزين داخلية، وتعمل بنظام تشغيل خاص هو نوبيا وير او اس من زي تي اي. للاتصال زودت الساعة ببلوتوث 4.1، وهو للأسف ليس بلوتوث 5 الأحدث، كما تدعم 3 أنظمة ملاحة. لدينا هنا بطارية بسعة 425 ملي أمبير ساعة، تحتاج لساعة ونصف تقريبا لشحنها بالكامل. البطارية هنا تكفي ليوم ونصف من العمل. هناك لدينا أيضا هنا وضعية التوفير في الطاقة Power Saving Mode، بالضغط عليها تكفي لسبعة أيام، ولكن في هذه الوضعية لن نستطيع سوى رؤية الوقت والتاريخ، وبإمكانك الخروج من هذه الوضعية بالضغط مطولا على الزر هنا. تأتي الساعة هنا وفقا لمعيار IP54، بإمكانك ارتدائها أثناء المطر أو أثناء غسل اليدين أو الوضوء مثلا، ولكنها ليست مناسبة للسباحة مثل ساعات ذكية أخرى. أبعاد الشاشة 125 ملي متر من الحافة للحافة، بعرض 41 ملي متر والنصف، بسمك 14 ملي متر، وتزن 98 جراما. عند الارتداء الساعة مريحة جدا، خاصة مع شاشتها الكبيرة المرنة وسوار من السيليكون. بصراحة تبدو الساعة كما لو أنها قادمة من المستقبل. على الجانب الأيمن للساعة لدينا زر وحيد هنا، زر التشغيل والدخول إلى التطبيقات. على الجهة الأخرى لا توجد أزرار. في الأسفل لدينا هنا مستشعر بصري لضربات القلب، وأيضا مكان الشحن. هذه الساعة هي ساعة رياضية بامتياز، وزودت بعدة تطبيقات لتتبع النشاط البدني أثناء النهار وأثناء النوم. طبعا هنا بإمكانك تغيير الشاشة أو تغيير واجهة الشاشة إلى عدة أشكال بالضغط مطولا على الشاشة، تحصل على مجموعة من الواجهات كما نشاهد هنا. طبعا للأسف ليس هناك إمكانية تحميل واجهات أخرى عبر الساعة أو عبر التطبيق الموجود على الهاتف الذكي. عند سحب الشاشة من الأعلى للأسفل تحصل هنا على قائمة ببعض الخصائص مثل بلوتوث، جي بي اس، خاصية عدم الإزعاج، وضعية التوفير في الطاقة، التحكم في الصوت، ميزة الاهتزاز. وعند سحب الشاشة من الأسفل للأعلى تظهر لنا قائمة الإشعارات، هنا يمكنك قراءتها فقط ولكن ليس الرد عليها. بالسحب من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين تظهر لنا قائمة التطبيقات كما نشاهد. طبعا الواجهة هنا كما ذكرنا في الساعة بالإنجليزية فقط، ولا توجد واجهة باللغة العربية، لكن الساعة تدعم قراءة الرسائل بالعربية. دعونا نستعرض الآن التطبيقات الموجودة هنا. لدينا تطبيق الاتصال هنا مع لوحة الأرقام، يمكنك إنشاء اتصال هاتفي. يمكن أن يجري الاتصال من الساعة، ولكن التحدث سيتم عن طريق الهاتف أو عن طريق الساعة، ولكن بشبكها بسماعات لاسلكية عن طريق بلوتوث، لأن الصوت المنبعث من سماعة الساعة ضعيف، ونتمنى أن يتم معالجة هذه الجزئية في التحديثات القادمة. لدينا تطبيق الرسائل، يمكنك هنا كما ذكرنا قراءة الرسائل الواردة فقط ولا يمكن الرد عليها. لدينا تطبيق آخر وهو هنا تطبيق سبورتس، وهو تطبيق الرياضة. لدينا 4 أوضاع للتمارين: في ورك أوت، أوتدور ووكينج، إندور ووكينج، أوتدور رانينج. عدد الأوضاع هنا قليل مقارنة ببعض ما هو موجود في ساعات ذكية أخرى، ولكنه قد يكون كافي بالنسبة للبعض.
إذا ما تابعنا لدينا هنا أيضا تطبيق هيلث، وهو تطبيق صحة. عند فتح التطبيق هنا تحصل على بيانات صحية خاصة بك متعلقة بالنوم، بضربات القلب، عدد خطواتك خلال اليوم، المسافة التي قطعتها بالكيلو متر، السعرات الحرارية التي صرفتها، ومدة النشاط اليومي الذي مارسته خلال اليوم. لدينا هناك أيضا تطبيق قياس ضربات القلب، هنا قمت بتجربته، بصراحة دقيق مقارنة بما هو موجود في ساعات أخرى. لدينا تطبيق ضبط الإعدادات لضبط بعض الإعدادات في الساعة، ولدينا هنا أيضا تطبيق براج. هنا عن طريق هذا التطبيق بإمكانك اختيار بعض الحافظات أو سكرين سيفر في الساعة، مثل هذا من فيلم ماتريكس، لمن يتذكر فيلم ماتريكس. هنا تبدو الساعة فعلا كما لو أنها من فيلم خيال علمي. طبعا هناك العديد من هذه الواجهات. لدينا هنا أيضا تطبيق بوصلة، ولدينا سكاجو لضبط أو لتدوين مهامك اليومية، لدينا كلوك لضبط الساعة والمنبه، سيرتش بون للبحث عن هاتفك، وأخيرا لدينا تطبيق الموسيقى. هنا هذا هو تطبيق الموسيقى الذي لا يعمل إلا إذا كنت متصل بسماعات عبر بلوتوث، ولا يعمل بشكل منفصل عن الهاتف للأسف. للأسف لا يوجد لدينا متجر للتطبيقات، ما يعني أنه لن يكون بإمكانك تنزيل تطبيقات أخرى غير هذه الموجودة هنا. يمكنك وصل الساعة بالهاتف الذكي من خلال تطبيق نوبيا سمارت وير، وهو متوفر لنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس. كانت إذن هذه مراجعتنا لساعة نوبيا ووتش التي تأتي بشاشة عملاقة بتصميم مستقبلي ملفت للنظر. كنا نتمنى لو جاءت الساعة وفق معيار IP68 المقاوم للماء لاستخدامها أثناء السباحة، وبسعة بطارية أكبر للعمل لأكثر من يوم ونصف على غرار الساعات الموجودة حاليا في الأسواق. كذلك البرمجيات والسوفت وير هنا في الساعة ضعيفة، ونتمنى أن تقوم الشركة بتحديثات على هذه البرمجيات لتصبح الساعة أكثر عملية وأكثر ذكاء. لكن ما رأيكم أنتم في الساعة، بتصميم الساعة، مواصفاتها مقارنة بالسعر؟ لا تنسوا أن تشاركونا آراءكم وتعليقاتكم. نراكم في مراجعة جديدة بإذن الله.